حاضرا مع شوط رئيسي آخر، شوط سيكون خاصا بالجذاع القعدان. أنقل الكلمة والميكروفون لأخي محمد بن بريك المرمي. شكرا للزميل والأخ سعد بن متع العتيبي على ما قدمه في الشوط الماضي. تتواصل مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، تتواصل الإثارة والندية هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. شوط ينتهي والآخر ينطلق، ينطلق على بركة الله وحفظه. هذا الشوط الأول الرئيسي لجذاع القعدان ونخبة القعدان، 11 مشاركا في هذا الشوط، ينطلق من مسافة 6 كيلومترات. شاهدنا هيبة تختطف أول أشواط الكار وخيرة أشواط الكار في هذا المساء. تهانينا للهجن الشحانية وللمضمر الذهبي سالم بن فاران المري. أيها الأعزاء، انطلاقة جديدة ومنافسة وإثارة في هذا الشوط، سنتعرف على مجرياتها وأحداثها في هذا الشوط وفي هذه الانطلاقة على أرضية الميدان وبين جنباته. مقدمة الشوط شاهين لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني، يضمر شاهين عبد الرحمن الكبيسي. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن يحتل المركز الثاني ناصي لهجن الشحانية، المضمر هو الذهبي سالم بن فاران المري. الدور والنقلة إلى المركز الثالث، ومن يتقدم هباب لهجن الشحانية، المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. هذا هابريح اللي على المركز الثالث، نتمنى له التوفيق. المركز الرابع يتقدم هنا مشرف من هجن الشحانية التضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يتقدم ويتسلل مفوض لهجن الشحانية التضمير مع المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا هو الشوط الأول الخاص بجذاع القعدان. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، شوط قوي وأسماء قوية حضرت في هذا المساء، خاضت في هذا السباق المحلي أو السباقات المحلية 6 مشاركات، وها نحن نسير في سابعها وأيضا نقترب من الختاميات. الختاميات على الأبواب، يتبقى القليل من المحليات والكثير من الختاميات. مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول اللي غير ناصي من هجن الشحاني، مضمر سالم بن فاران، بينما شاهين على المركز الثاني وينافس ناصي على المركز الأول لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي في التضمير. المركز الثالث، أول نداء لمخلص لهجن الشحانية، التضمير مع المبدع حمد بن علي بن حلبان، هو من يتابع مخلص. وأول 2 كيلومتر تنقضي يا حمد، يا حمد يا مضمر مخلص. ننتقل إلى المركز الرابع، وصل هباب لجنة شحانية سلطان بن محمد الوهيبي في التضمير. الدور دور المركز الخامس، ومشرف ربما أن يكون من سلالة مشرف، هو على المركز الخامس لجنة شحانية التضمير مع محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، وتغيير وانتقال لصدارة الشوط من مخلص أو مخلص اللي انتقل إلى المركز الأول. هذا هو مخلص من هجن الشحانية، حمد بن علي بن حلفان يتابع مخلص في التضمير وفي التسيير، هو ينتقل إلى المركز الأول مع المضمر المبدع، المضمر المميز حمد بن حلفان، من تميز في سن الصغار في بداية هذا السباق المحلي السابع في يوم الحقائق، في يوم الحقائق تميز بن حلفان، ونتمنى له التوفيق في هذا الشوط ولإخوانه المضمرين. المركز الثاني يتقدم فيه شاهين أو دخول من الجانب الآخر، يا سلام، ناصي 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 من هجن الشحانية، المضمر سالم بن فاران، المضمر الذهبي، من قدم لنا في الشوط الأول الرئيسي، ما
من قدم لنا هيبة يقدم لنا في هذا الشوط ناصي من هجل الشحانية سالم بن فرن في التضمير. المركز الثالث شاهين لسعادة الشيخ خليفة بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني عبد الرحمن الكبيسي في التضمير. وعلى المركز الرابع هباب لهجل الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الويبي في التضمير المضمر العملاق وانتصفت المسافة يا العملاق. ننتقل إلى المركز الخامس مشرف من هجل الشحانية التضمير مع المشاغب محمد بن خالد العطية. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، ومخلص ينطلق متسيدا القعدان في هذا المساء متربعا على عرش صدارة هذا الشوط، ولكن المضايقة والملاحقة من ناصي المركز الأول مخلص مع الهجن الشحانية مضمر حمد بن علي بن حلفان. المركز الثاني ناصي أيضا لهجن الشحانية التضمير مع الذهبي سالم بن فاران. الشوط الأول لمن سينتزعه من هذه القعدان سؤال حائر وطائر، ولكن خط النهاية سيكشف غموض هذا الشوط في هذا الشوط. سنتعرف من الكيلو متر الأخير من الأمتار الأخيرة على بوادر الناموس وعلى أين سيتجه مؤشر هذا الشوط. هذا مما لا شك فيه. عموما مخلص هو الأقرب حتى هذه اللحظات بهذه الانطلاقة، ويلا يا المبدع أبدع مع مخلص في هذا الشوط. هذا هو مخلص من هجن الشحانية والمبدع يرافقه في التضمير حمد بن حلفان الشاب المضمر والمميز يقف خلف هذا الشعار في التضمير. يا سلام مخلص جر الشوط جر الكيلوين مترين الأخيرين. يا مضمرين، نداء للمضمرين وللناس المستمعين بأننا نتجاوز لوحة 2 كيلومتر ونأخذ بالدوران إلى خط النهاية. ناصي يقلص الفارق في هذه اللحظات. يتقدم يتحرك ناصي على المركز الثاني من هجل الشحانية سالم بن فران في التضمير. وهباب قادم هباب على المركز الثالث من هجل الشحانية العملاق في التضمير سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع مشرف من هجل الشحانية محمد بن خالد العطية في التضمير. تحركت القعدان تحركت الشعارات على صعيد المركز الخامس وما يعقبه من مراكز. أول المتحركين مساهم يدفع بسهامه الرابحة في هذا الشوط من هجل الشحانية المضمر محمد بن خالد العطية. المشاقب يتحرك في هذا الشوط ولكن مخلص يا سلام انطلق مخلص مشاهدينا الاعزاء ليبتعد من القعدان. جر الشوط مع المضمر المبدع بشعار هجن الشحانيه حمد بن علي بن حلفان يقدم لنا مخلص خير تقديم في هذا الشوط الرئيسي. يا سلام شوف يا بن حلفان اللي خلفك شوف القدوم مشرف يتحرك يقلص الفارق من هجن الشحانيه التضمير مع محمد بن خالد العطيه. ووصول ايضا من العديد اللي يعد العده اول نداء للعديد واقتحام ايضا من حرب شوط هذا الشوط. يا سلام الكيلومتر الاخير يا المبدع الكيلومتر المثير وانطلق مشرف يا سلام حرب ومشرف في حرب الفوز في حرب الناموس. يا سلام حرب من هجل الشحانية سالم بن فران في التضمير مشرف أيضا من هجل الشحانية محمد بن خالد في التضمير. يا سلام المركزين الأول والثاني من هجل الشحانية مع اختلاف التضمير مشرف بهذا العرض المشرف بهذا الأداء المشرف. يصر جماهيرنا الأعزاء حفلنا الكريم على اختطاف أقوى الأشواط وأول الأشواط. شاغب المشاغب اللي لاختطاف الشوط راغب هذا هو المشاغب مشاهدينا الاعزاء مع شعار هجن الشحانيه. يا سلام عرضه مشرف يا المشاغب. تهانينا لهجن الشحانيه على اختطاف ناموس الشوط الاول الرئيسي مع مشرف اللي شرف محبينه شرف جماهيره شرف هذا الشعار باختطاف ناموس الشوط الاول الرئيسي. وسلامي عليك يا المشاغب واشكرك على هذه المواصيل التي وصلت اليها مشرف في اقوى اشواط القعدان. تهانينا لهجن الشحانيه مشرف يختطف المركز الاول وناموس الشوط.
المركز الثاني يصل فيه ناصي، ايضا من اجل الشحاني ينضم رسالة بن فاران. المركز الثالث العديد، ايضا من اجل الشحاني ينضم سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الرابع حرب، من اجل الشحاني ينضم سالم بن فاران. المركز الخامس مساهم، الهجر الشحاني ينضمر محمد بن خالد العطلي. هذه هي نتيجتنا ايها الاعزاء للمراكز الخمسه المتقدمه الاولى في هذا الشوط، وشهدنا مشرف بهذا العرض المشرف وبهذه النهايه القويه في هذا المساء يختطف ناموس الشوط. 9 دقائق 27 ثانية 70 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الهجر الشحانية، والتهاني موصول للمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. ناصي احتل المركز الثاني، 9 دقائق 29 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الهجر الشحانية ولسالب بن فاران. المركز الثالث وصل فيه العديد، 9 دقائق 30 ثانية 17 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الهجر الشحانية أيضا وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، كما أهني المشاغب على